المثال بتاعنا لو احنا اخدنا المثال ده المره دي، البيانات الجايه دي هتبقى شكلها كتير شويه لو اتعملت كده. هو نفس اليو ار ال اللي موجود عندي فوق، تمام؟ يو ار اي دوت او يو ار ال او الاند بوينت ديت هي هي، بس انا مش هبعت له المقابل بتاعي، انا هقول له يو اس دي بس كده، يعني الدولار بس. هيجيب لي ريسبونس وقلت له بريت بريت، طبعا كل الكلام الباقي ده انا مش عايزه دلوقتي خالص كده. عشان ابقى لكم بس شكل الملف بعد ما نكلم الاند بوينت دي اند بوينت مختلفه طبقا للبارامز المختلفه، فهتجيب لي نتيجه مختلفه تماما. انا معايا بعت لها عمله واحده، وبالتالي لما اجي بعمل رن جاب لي هنا، جاب لي ده، جاب لي اليو اس دي بس بالنسبه للبيز اللي هو اليورو، تمام؟ قلت له اسف احنا عايزين نخلي البيز هو اليو ار اللي البيز بتاع اليو اس دي الدولار، سيبك من اليورو، انا مش عايز اشتغل اليورو، انا عايز اجيب كل ما يقابل البيز اللي هو اليو اس دي. فهمتوني؟ كل البيز بتاع اليو اس دي، انا مش عايز بقى الريتس بتاع اليو اس دي وبتاع الجي بي بي وبتاع، لا لا انا مش عايز دول، انا هفتحها، انا عايز كل مقابل الايه؟ البيز بتاع اليو اس دي. قال لي ادي البيانات اهي، ادي البيز يو اس دي والتاريخ التحويل، وبعد كده قام مرص لي بقى كل العملات، شايفين؟ والعمله وقيمتها كام؟ طبعا كل العملات اللي عنده في الموقع، لان تقريبا الاي جي بي مش موجود اصلا، يعني الجنيه المصري مش موجود في الموقع ده، ما بيوفرش، هو بيوفر عملات مثلا اوروبيه وكلام زي كده، بس معلومات عن بعض الاماكن يعني، مش كل الاماكن يعني. وبدا يرص لي كل الايه؟ العملات المقابله دي كام ودي بكام ودي بكام ودي بكام الى اخره، لغايه لما ايه؟ يعني اليورو في مقابل في مقابل الدولار عامل كده. طب لو البيز يورو هتلاقيه مختلف، صح؟ لو اصل اليورو بتحوله بالدولار غير لما يكون اصل الدولار بتحوله لايه؟ لليورو. مفهومه دي في الناس اللي بتعرف في العملات هتفهم الكلام ده يعني. طبعا اليو اس دي قصاد اليو اس دي بواحد، لازم يطلع دايما اي حاجه اليورو قصاد اليورو بواحد، اليو اس دي لازم، تمام؟ الى اخره. طب جاب لي عملات كتير، جاب لي عملات كتير، وعايزين احنا نمر على العملات، نطبع العمله وما يقابلها وخلاص، مش عايزين كل التفاصيل دي. فانا هاجي اقول له طب انت عايز البيز يتطبع وعايز الايه؟ الديت يتطبع، وبعد كده كل العملات المقابله بشكل ما، او هتعمل عليهم عمليات معينه، او هتخزنهم في داتابيز عندك، او هتعمل اي عمليه. قلت له ماشي، يعني احنا لو رجعنا كده لشكل الاصل ده، ده شكل الاصل بتاعنا. قلت له والله احنا عندنا ادي الكونفرجن بيز هو هو، والديت كونفرجن ديت هو هو، صح؟ دول اساسيين. لكن العمله بقى دي انا عايز اعمل فيها شغل تاني، فانا هقول له مثلا هطبع برضه ايه؟ هقول له البيز ايه وفي الديت ايه؟ مثلا كده تاريخ كونفرجن ديت، تاريخ التحويل، وتاريخ الايه؟ والبيز. وجيت بعد يوم اتعامل برنت كده، وتطوع بعديها تقول له عندنا بقى ايه؟ كرنسي، خلاص مثلا الفاليو بتاعتها، وعايز بقى اعمل لوب بقى اعدي على كل البيانات دي بحيث ان انا اطلع كل العملات بالشكل ده مثلا، صح؟ انا كده محتاج ان انا اعدي على البيانات بشكل يعني ريبيتد، انا مش عايز امشي حته حته، اقول له فور كرنسي خلاص ان انا عندي اللي هي البيانات بتاعتي اللي هي جيسون ريتس، صح؟ مش اقول له بقى النوع الاصل، لان العدد دي اصلا تعتبر كانها ريز. طبعا الريتس مكونه من طرفين، طرف العمله وطرف القيمه، طرف العمله وطرف القيمه. طبعا لو الناس عارفه الديكشنري هيبقى سهل، انا ممكن افك بالشكل ده، ممكن اقول له الكرنسي كوما الفاليو، واقوم جايب من هنا اقول دوت ايتمز، لو انتم فاكرين القيمه بتاعتها دوت ايتمز
مش طالع ليه مش عارف. تمام دوت ايتمز مظبوط خلاص. فهو ايه هيمسك الريتس هيفكها ايتمز. الايتمز هم طرفين، طرف اول وطرف ثاني. الطرف الاول هيحطه في الطرف الاول ده هيحطه في كلمه كرنسي، والطرف الثاني هيحطه في كلمه فاليو او كيو فاليو زي ما احنا عايزين ايا كان. وبعدين ابرنت بقى اللي انا يعني الشكل اللي انا عايزه. يعني ممكن اقول له برنت لي مثلا انا عايز اطبع الكرنسي حسبناها كي اسف حسبناها كي، وجنبيها انا عايز اعمل مثلا سلاش تي كده تابه، وجنبيها عايز احط الفاليو. هل هي دي الفكره اللي احنا عايزينها؟ تعالى نشوف. انا مش معناها ازاي. بسم الله قال لي بس هي بس فلوت وانت بتطبع نص. فقلت له ايوه اللي هي الفاليو يعني. فقال له اس تي ار ان الفاليو جايه لي ايه؟ جايه لي رقم هو بيجي يحول نص فبتضرب منه. قلت له مش مشكله خالص يعني تمام. وبدأ ايه؟ لو شايفينها طبعا محتاجين تي دي تبقى كمان ساعه كده. لو احنا شايفين كده اهو بدا يقول لي ايه بدا يطلعه لي كده. ممكن نخلي دول اقل شويه من ساعه تقريبا كتنسيق يعني مش اكتر، لكن طبعا هي فكره بتاعتنا. ادي الكرنسي بتاعتنا وادي الفاليو والمقابله التاريخ دوت بيز بتاعنا يو اس دي. بدا يرص لي كل العملات ومقابلها بشكل مثلا لوب او غيره. ده شكل من اشكال ان احنا نعدي على القيم الموجوده عندي في الجيسون مباشره. طبعا لان هو ديكشنري عادي فانا اقدر اشتغل معاه زي ما انا عايز. طبعا انا ممكن ده شكل، خلينا نعمل شكل اخر من الطباعه برضو هو بس طبعا انا ممكن ما اقسمش كيو فاليو. انا ممكن اقول مثلا ده اسمه الريتس. فكده الريتس ده هيبقى بالنسبه لي هيبقى شايل الايه الموضوع على بعضه، الموضوع على بعضه بس باللوب. اول مره هيبقى شايل ده، ثاني مره هيبقى شايل ده، ثالث مره هيبقى شايل ده، رابع مره هيبقى شايل ده الى اخره يعني لغايه لما ايه يخلصه. تمام. ده بالنسبه لي هيبقى مثلا الريتس بتاعتي اللي انا عايزها. ومنها انا اقدر بقى اقول والله انا عايز الريت دي اكون عاملها ازاي يعني. فلو قلت له ريت هتبقى دوت ايتم، مش هتبقى دوت ايتم كده، انا هشيل الري كلها على بعضها. انا هاخد لان الريت دي هتبقى شايله الكي بالفاليو. كل مره بتشيل الكي بالفاليو بتاعته على بعضها. الكي بالفاليو خلاص. بس طبعا هتبقى صعبة علينا لأن احنا محتاجين نبقى عارفين الأسماء. محتاجين إن احنا نبقى عارفين الأسماء لأن كده مش معايا أنا أسماء. فأنا لأن الأسماء هنا متغيرة، الأسماء هنا عندي بالنسبة لي إيه؟ متغيرة. وأنا عايز منها قيمة معينة، عايز منها قيمة معينة. بس ده بالنسبة لي هيبقى الكي. ده بالنسبة لي هيبقى الكي. فلو قلت له اطبع الريت هيطبع لي اسم الكي ده. طب أنا عايز اطبع الفاليو، لا لازم أقول له الري دي أنا عايز منها يعني زي ما كنت ماشي في الاول. تقول له الريتس اليو اس دي، الريتس هات لي الكاد، الريتس عايز الاي اس كي كده. فاقول له خلاص مش دي بتشيل الكي؟ قال لي قلت له خلاص انا ممكن اعمل ايه؟ اقول له اخد الجيسون داتا دي بس هنا عايز اكتب الكي صح؟ انا مش عارف الكي بس معايا الريت، ما هو الريت هو عباره عن الكي. جيسون ادي الريتس اللي هتبقى الحته دي كلها. الريت ده هيبقى شايل الكي بس وبناء عليه اطبع الكي. بعد كده اخد سبيس رحت على الاري هي قلت له اوف، قلت له ايه الكي اهو. فهو يقول لي هات بتاعه الكاد، فيعرف يجيبها. هات بتاعه الاتش كي دي، فيعرف يبقى كده. فلو جينا عملنا رن تمام نفس النتيجه طلعت معانا بالاسلوب ده برده شغال.
ان انا اجيب الريت. الريت هو بيبقى شال كي، وبالتالي انا بروح على الريت بتاعتي واقول له هات اوفر ريت. فاوفر ريت بقى اللي هي كات، فيجيب لك الكاد اتش كي دي، يجيب لك اتش كي دي الايس، الايس كي يجيب لك الايس كي والى اخره. وبالتالي كده انا بقدر امر على البيانات، اقدر اسيرش، اقدر اقول اف ان دي